طب ايه اللي جبته كده ولقيته نفع بعد كده معاك؟ قول لنا حاجه غريبه جبتها ولقيتها. في ودان جبتها من انا بحب فرج بتاع اللولا لاند ده كان فظيع. ده كان فيه اكسسوارز كتير صح؟ ده كان شخصيتين في شخصيه واحده. أيوه. اتنين في واحد. كان فيه اكسسوارات كتير صح؟ كان فيه اللي هي البندانه اللي بودان دي. ايوه الودان دي انا فاكراها. دي اللي كنت جايبها؟ دي اللي كنت جايبها. يعني دي بتاعتك اصلا مش المخرج اللي قال لك عليه. البندانه اللي بودان دي. البندانه بودان دي ايوه. وفي كام حاجه ثانيه كده برده طلعت كانت بتاعتي برده. زي ايه مثلا؟ قول لنا. لا مش فاكر بس اشهرهم اللي هي البندانه بودان عشان قعدت كذا مشهد كتير. ايوه ايوه ايوه. بس فتأثرت في حته الاكسسوار او حته الارتجال او حته ان هو ما فيش حاجه اسمها النص ما بيضحكش او ما فيش حاجه اسمها ما فيش حاجه تضحك. لا هو في ممثل كوميدي متمكن من ادواته وعارف ازاي يضحك. فبالتالي انت بتشوف اي مشهد لسمير غانم ممكن تحس ان ده كلام فعلا المسرحيه وفي كلام ما بيقوله هو مش كلام المسرحيه اكيد. فهمني ازاي؟ وده لما دخلت في الفن اكتر فهمته يعني او اتعلمته اكتر. اللي انت بدايتك مسرح كمان. فعلا في الجامعه صح. يعني بيقولوا انا قعدت 7 سنين في الجامعه بسط عشان امثل. ما على فكره بكالوريوس تجاره جامعه عين شمس 4 في 4 خلاص ده 7 ده كانت. انت عارف انا اكتشفت الموضوع ده حاجه معروفه ان اللي بيحب التمثيل قوي يفضل عايز اكمل في مسرح الجامعه لان ده مثلا بالنسبه لك كان هو المكان الوحيد اللي اقدر امثل فيه. هو مسرح الجامعه يعتبر زي ايه؟ مصنع تفريخ للمواهب اللي موجوده. وخصوصا ان انت في الجامعه انا وسط زمايلي ووسط اصحابي وبنختار نص معين كلنا موافقين عليه وحابب الدور دوت. فبالتالي مفيش حد يقول لك لا ما تقولش كده او لا ما تعملش ده. انت الشخصيه اللي بتحبها بتعملها. فبالتالي ابدع فيها زي ما انت عايز. ويقال دايما ان الكوميديان لما بيبدا على المسرح بيبقى وحش بعد كده على اي سواء دراما او اذاعه وغيره. لان انت المسرح بيديك التفاعل يعني يا ضحكوا دلوقتي يا ما ضحكوش. الله ينور عليك. هو المسرح انا بعتبره عامل زي الجيم كده يعني رياضه فنيه زي ما بيقولوا. لسبب واحد لان هو الممثل محتاج المسرح ده لسبب واحد لان يشوف هو متفاعل مع الجمهور بتاعه لسه لحد دلوقتي. هل الافيهات اللي بيرميها او الفكر اللي بيرميه في الكوميدي بيجيب ضحك مع الناس لحد دلوقتي ولا خلاص قدم؟ خصوصا ان الكوميديا موضه. طبعا يعني كل فتره طبعًا بتلاقي في كوميديانات وفي فكر الكوميديا والكلام ده كله. حته التطور دي لازم تبقى انت قريب من الناس او قريب من الجمهور بحيث ان انت اكيد جمهور 10 سنين غير الجمهور بعد 10 سنين. فبالتالي مش هقول افات تضحك من 10 سنين دلوقتي. فبالتالي انت لازم تبقى بتمثل مسرح عشان طبعًا تبقى انت مواكب التطور ذات نفسه. واغلب الكوميديانات واغلب النجوم بتاعتنا اللي هم السوبر ستار او الميجا ستار بتوعنا زي استاذ سمير غانم زي استاذ عادل امام كان لفتره طويله في المسرح بيعمل مسرحيه. من بودي جارد بقى للزعيم لشاهد ما شافش حاجه المتزوجون فارس بني خيبان. هو متفاعل مع الناس وعارف المود بتاعهم عامل ازاي دلوقتي. انت قلت جمله مهمه قوي لما قلت ما فيش حاجه اسمها سكريبت ما بيضحكش او نص ما بيضحكش. ودي عكس تماما اللي معظم الناس بتقوله. ما فيش ورق. الجمله اللي بتضايق حتى الكتاب يقول لك ما تقولوش على النص ورق. لكن هو عموما انا سؤالي عن الفكره دي طريقه الاضحاك بتعتمد على ايه؟ ايه العوامل اللي انت تشوف تطلع عمل يضحك؟ وطبعا الاضحاك اصعب بكتير من انك تبكي. طبعا طبعا. بص هقول لك على حاجه. هو النص عشان يبقى كوميدي لازم يبقى فيه انا بالنسبه لي يعني عموما بيبقى لازم يبقى فيه كوميديا موقف. موقف معين بيتحط فيه مثلا اتنين فبالتالي في مثلا سوء تفاهم فانا بتكلم على حاجه وانت بتتكلم على حاجه تانية ففي ضحك. امكانيه بقى اللي احنا نعلي اللي مكتوب دوت حسب الكيمياء اللي بيني وبين الزميل اللي جنبي وامكانيات ومدى هضمه للشخصيه ومدى هضمه للشخصيه.